جديد في فير بلاي نحكيو هون اكيد من كارتو مشوق في كرة اليد التونسية رغم اللي الموسم الماضي مازال ما انتهاش. نحكيو عن نجم الصيح للفريق اللي مر الموسم الماضي بصعوبات كبيرة تقريبا وابتعد شوية على المنافسة. النجم يضرب بقوة انتدابات من وزن ثقيل قام بها الفريق في الايامات الاخيرة خاصة البارح تم الاعلان عن انتداب عودة ابن الفريق جهاد جاب الله كذلك انتداب اللاعب السابق كيف الفريق نضال العامري وانتداب اللاعب السابق الترجي الرياضي التونسي جابر اليحيى موجود معنا بالتليفون. جابر اهلا بك. عسلامة اسلام وعسلامة بكل متابعين اكسبريس اف ام. مرحبا بك خويا. الحمد لله شنو احوالك انت شنو الامور؟ والله الحمد لله الحمد لله. في سوسه ولا مازال ما مشيتش؟ لا في سوسه توا والله في المراد سوسه. اي ذي اشهار بعد باش خلصنا عليه. مرحبا بك. باهي جابر ظهر لي بوم مشيت البحر ولا ما عادش وقت البحر توا في سوسه؟ لا تو وقت خدمه زي ما البحر البحر فيه وقت الكاو. اوكي تجربه جديده ليك مع الاتوال من الترجي الاتوال بون فما تجارب خارجيه كيفاش كانت تساعد مع الاتوال؟ والله اسلام الحقيقه كانت سهله ياسر وعندي برشا لاعبين صحابي انا في الاتوال لعبت معهم في المنتخب قبل في الكادي والجونيور فهمتني كلموني الحقيقة الكل وطلبوني الزاد وقالوا لي هكا وهكا إذا مرحبا بك بحذانا وكلمني سي زياد نطار سي سامي المسيري فهمتني وفسروا لي البروغرام تاع السنة شنو يحبوا يعملوا وشنو ما يحبوش يعملوا والله كيف وليتوال كيف كبيرة سلام والله قررت نجي فهمتني نعدي عوايا مع الإسلام فهمتني نعطي 100% هنا وإن شاء الله برشا تترويح هنا وكاو. جابر تعرفت برشا في الترجي الرياضي التونسي عديت مواسم كبيرة في الترجي اللي مش سهل تمشي من الاسبيرونس ليتوال تقريبا غريم تقليدي منافس تقليدي للفريق معناتها كيفاش قدمت على الخطوة هذه معناها مش سهلة لكل ملاعبية معناها ولا الحقيقة مش سهلة جملة أنا لعبت برشا أكثر من 12 سنة في الترجي الرياضي التونسي أنا خويا كلام ما تعرف بروفيشناليزم واحد يخدم على روحه جاني كونترا هون فهمتني وان شاء الله ربي يسهل لي وكا هو خويا اسلام كان ما يشغل ماكش ولد ترجي انت ولد زيتونه هكا لا ولد جندوبه الرياضيه ولد جندوبه كان مخزاني من الكادي من جندوبه متصور وصلوك برشا ميساجات من البارح لليوم خاصه بعد الاعلان الرسمي برشا ميساجات حلوين فهمتني وربي يقدر الخير وكا اي جمهور ترجي ما تصورش بعث لك مسلسلات حلوين تصور تغشوا شويه كي مشيت للتوال ولا غشوا شويه جمهور ترجي فهمتني يا خويا لازم يعرف جمهور ترجي اللي هذه خدمه فهمتني واللي كل واحد فهمني فهمه ونجي وكا هو هذيك هي والتوال زاد خويا جمعيه كبيره وانا الحقيقه فرحان ياسر خاطر نكور فيها فهمتني ان شاء الله ربي يسهل الناس الكل وكا هو ما كانتش فما رغبه من ترجي انك تلعب في تريسبيرونس سنه فماش رغبة كونتر؟ قلت لك ما كانش فما رغبة من المسؤولين في الترجي انك تلعب في الترجي السنة الموسم هذا؟ والله الحقيقة ما اتصلوش بيا الترجي من الموسم اللي فات فهمتني قاعدة الاتصال بين الافريقي والترجي من تونس الافريقي والنجم الساحلي فهمتني الاخر لحظة خيرت من النجم الساحلي خاطر الحقيقة تمشاو معايا وقعدوا لي على البروجرام كيفاش والقهوة وكل شيء فهمتني جيت جروب اسلام باهي مش خايبه سنة رجعني ظل عمري وجهاد جاب الله واشرف السعفي الكل لاعبين منتخب ولعبنا قبل ما بعضنا وجروب باهي اموجي فما فيه صغيرات وفما كبار وان شاء الله فهمتني عام باهي سنة علاش اخترت الاتوال على كلوب؟ الحقيقه انا قلت لك انا كل شيء مربوط في البروجرام يا اسلام فهمتني كي يقعدوا معك المسؤولين ويفسروا لك زاد ما اليك وما عليك فهمتني ولهوة أكثر واتصالات أكثر لحقيقة قاموا بها الإتوال وحبوني معهم فهمتني يطلبوا فيا في النهار كامل وزيد الجواري تعرفت هكا بيا حسيت راح مرتاح أكثر باي أنا عندي سؤال لجابر ديما نحب نطرحه لك ما وقتتش الفرصة هي أول مرة نحب نسألك شنو حكايتك مع المنتخب تقريبا كنت دولي في المنتخبات الشبان الكل رغم انك متألق حتى في ترجي كي كنت تلعب في ترجي معناها ما تمشيش المنتخب شو منك انت يعني انت ما تحبش تمشي ولا ما عيطولكش ولا شنو بالضبط شنو الاشكال هنا؟ والله ما فماش حتى اشكال انا فهمتني كنت في القرار هذا كنت نقرا فهمتني قبل نقرا فهمت ما كانش الوقت المنتخب
وزيد ان شاء الله على الاثنين مره تو في المغرب الاطوال المنتخب وربي يسهل. معناها ماكش رافض انت عندك رغبه تكون في المنتخب معناها؟ اي ان شاء الله على الاثنين ان شاء الله. بين خليلك كنت تحب في الاخر مساج جمهور الاطوال وكنت تحب حتى جمهور تراجي كيف كيف شنو تحب تقول لهم الزوز؟ والله مساج جمهور الاطوال ان شاء الله ما يروا مني كان كثير ونعطي 100% هوني فهمتني وان شاء الله ربي يوفقنا السنة ونتوجوا برشا تيترويات وكهو وجمهور تراجي الحقيقه نقول لهم هذه خدمه راه فهمتني ولازم يتفهموا وإن شاء الله ربي يسهل الزوز سيرك وكهو. يعطيك الصحة شكرا ليك جيب بالتوفيق إن شاء الله ليك في مسيرتك مع نجم الساحلي. اللي كنت عايش كتير كيف كيف كان معنا جابر يحيوي هذا لاعب النجم الرياضي الساحلي جديد البارح كان تم الإعلان على الاتفاق معاه على كل التفاصيل كيف كيف أيضا تعاقد مع نضال العمري جهاد جبل كيف كيف عودة أشرف السعفي للفريق بعد تجربة خارجية في الإمارات لتوال ميركاتو قوية قام به سنة شراء يعود الفريق للمكان متاعه أكيد نحتاج كل الفرق الكبيرة في تونس الاسبيرونس الكلوب كيف كيف الحامات أيضا المهدية فرق نحتاجوها في كرة البلاد التونسية باش نشوف البطولة ديما أفضل. مازلنا مكملين في فير بلاي حتى للخمسة مزيكا الأخبار وبعد رجعينا.